لجنة تقصي الحقائق ستقوم بهذه الأدوار؟ لا. يفترض أنها هي اللي تقوم بهذه الأدوار. أنا مفهومي إنه اللجنة هذه مشكلة عشان تبحث إيش صار من غلط وليس المستقبل. عشان كده أنا بقول يا ريت مع اللجنة هذه طويل العمر وسمو الأمير خالد موجود. أمير مكة ما خالد فيصل. إيش بيحاول يعملوا في المنطقة من 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 خطط؟ معلش خليني بس أقول نقطة صغيرة في هذه. دحين سمو الأمير خالد أول ما جاء لا تكلم عليه بده يسوي ولا قال انا حامل وحامل، لا اول شيء اجتمع مع كل المسؤولين اول كلمه قالها قال ما عاد ابغى حد يقدم لي شيء الا مبني على خطه واستراتيجيه، شغل انه انا ابني والسنه الجايه اهد ما ابغى. بالله تخيل معايا لو الحادث ده صار بعد 5 سنين والمطره كانت 12 ساعه ودوب جاي يفتتح معلم حضاري، يفتتح أي من المشاريع اللي تمكن من إجبار المسؤول إنه يغير تفكيره وتخطيط استراتيجي وأصبح جزء من استراتيجية المنطقة، وجاء سيل زي ده دمرها كلها. أليس من العيب علينا إنه ما نقول له طول العمر ترى عندنا أسس للمدينة عشان تحيا نبغاها تأخذ نفس الاهتمام في الأول عشان لا يجي سيل يشيلها، لا يجي بعد عنك مرض فتاك ويضرب في المدينة لا قدر الله من جراء المجاري لها الحين حوالي 25 سنة ما أندقت مصورة واحدة. سمو الأمير عبد المجيد في الغرفة التجارية أعلن عندما قال إنه ما قدر يسوي الشركة القابلة اللي ممكن تسوي موضوع المجاري في جدة، قال إنه أنا أبشركم بهذا اللفظ استحصلت من طويل العمر على مبلغ 7 بليون ريال لمجاري جدا. هذا عن كم؟ قبل 5 سنوات ونص تقريبا من الآن. طيب. الغرفة التجارية. خلينا نرجع نحكي عن هالقصة بعد الفاصل. فاصل قصير نعود بعد ولمواصلة حوارنا في إضاءة والمهندس الاستشاري زكي محمد علي فارسي في القوانا. حياكم الله في إضاءة مجددة، لا يزال حوارنا هذه الحلقة مع المهندس الاستشاري السعودي زكي محمد علي فارسي، والحديث عن جدة، واقع جدة، كيف يمكن أن نتفادى الكارثة التي حدثت في جدة. مهندس زكي، كنت قبل الفاصل تتحدث عن أنه الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز الله يرحمه أمير السابق لمنطقة مكة قال أمام الغرفة التجارية أنه حصل من الملك على 7 بليون ريال للصرف الصحي في جدة قبل 5 سنين. نعم، وذكر بالنص بعد 5 سنوات من الآن لن تعاني مدينة جدة من المجاري، وكان الصالة مليانة وخرجنا والله متفائلين خير رغم أنه مرت علينا 20 سنة وقتها ما كان عندنا مجاري. الآن بعد 5 سنوات ما في ماسورة بيت أتمدت، المفروض 5 سنوات يكون انتهى 100% من العمل. إحنا لسه ما مدينا ماسورة. وزارة المالية في بيانها الأخير قالت إنه عرفت من وزارة الزراعة إنه عندما يكتمل المشروع حق جدة حيكون مغطي 95. طيب يا أخي بشرني، يقول لي متى حيكتمل؟ بعد سنة أو اثنين؟ أنا اعتمدت مبلغ لازم في مقاولين، لازم يمكن في شيء. يمكن كمان المسؤولية أيضا وزارة الزراعة تتشارك مع المالية. أنا ما بأوجه يا أبوي، أنا ما بقول مسؤولية، أبغى حل المشكلة، ما أبغى كمواطن مواطن أود أن أعيش في بيئة صحية وأستاهلها يا أخي كابن من أبناء جدة، أستاهل يا أخي، أنا قدمت كثير. أبغى أوريك بس حاجة، معليش لو تكرمت لي تفضل، عشان بس أنت سألتني أول إنه الصدى اللي صار على البرزنتيشن اللي إحنا سويناه أو العرض اللي عملناه للأمير نايف، تسمح لي بس نعرض هذه. أيه. هذا التحقيق سوته عكاظ، بتقول يا جماعة قبل 15 سنة في 11/18/6/1415 عملوا صفحة كاملة قبل 15 سنة وحطوا فيه علماء البيئة إيش بيقولوا، علماء الجيولوجيين، كل شيء بيقولوا ترى تهدد جدة بالغرق. هذه صفحة منشورة في عكاظ في الآونة الأخيرة. نعم. تستحضر قبل كم يوم. أي تستحضر من 15 سنة تحقيق في حديث. وقالوا في وقتها على فكرة، قال لك هي
وكشفت عكاظ آنذاك عن تشكيل لجنة الحكومية المعنية لدراسة ومناقشة ما يمكن وضعه في خطة لمواجهة هطول الأمطار وجرائم السيول. يا جماعة 15 سنة بعدها بكل ما عندي من فائض والحمد لله ربنا جاب لنا هبة ترى مالية قد نندم عليها في المستقبل. بس عندنا فاسدين واجد, ما في فائدة إذا عندنا فلوس وعندنا فساد. نعم بس أنا كمواطن المفروض ما تعتمروا يا أخ تركي. صحيح اللي قالوا جات الملك إنه أنا يا أخي قال المواطنين والزوار أمانة في عنقي. صح. إذن يجب الجهاز في الحكومة يعمل وسيلة لضبط الأمور لعدم وجود هذا النوع من الفساد. يمكن تكون في لجنة مشكلة من جهة تشرف على كل مشروع قبل استلامه من خارج المنطقة. يا أخي أعمل لي أي شيء بس أنقذ حياتي من أني هتسيب الأسلوب هذا. طيب نرجع للعرض اللي كنت تشرح لنا فيه أنه معناته إحنا نحتاج إلى قنوات مثل القنوات اللي تحدثنا عنها في البداية بكميات أكبر وأحجام أكبر. وأحجام أكبر أو إنك توجه السيول في اتجاهات أخرى أو تبني سدود. أخي أنا ما صاحب اختصاص, أنا بقول العلم الآن يا جماعة ما ترك شيء عشان نقدر نتفلسف فيه, وما ترك أي حاجة عشان البني آدم يتكلم عنها إلا وهنالك مهندسين مختصين وخلافه يقدر يقول هذا الكلام. في نقطة بس حبيت يعني إن أنا أثيرها ولو إنه يعني هذا الشيء طبعا يؤلم, ولكن الكل كان بيقول حلقة ألم اليوم إنه 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 هذه على فكرة صورة لمدينة جدة ومدينة الرياض أخذت من صور الأقمار الصناعية, وكل اللي سويناه إحنا إنه عملنا حدود حول المنطقة المعمورة العمرانية في 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 الرياض وفي جدة. في الرياض خارج عنها المطار, وفي جدة خرجنا عنها المطار لأنه عادة ما بتكون الشبكة نفسها. إذا صرفت المالية بتقول أكثر من في على جدة أكثر من الرياض. جدة مساحتها إذا مساحة جدة واحد الرياض 1.6, يعني ثلثين جدة زيادة موجودة في الرياض. فإذا أنا صرفت على جدة سكان أقل وعدد سكان أكثر طبعا وبالتالي ممكن تكون وحدات سكنية أكثر وخلافه. كيف ممكن أن أقبل أنه ظلت جدة 25 سنة ولا حتى من هذه الحيثة اللي هنا ما صار عليها أي توصيل, وأنا ما زلت أصرف في المبالغ والناس بتشتكي؟ يعني لو أنا بقول لك تاني يعني لو أنا الوحيد اللي أتكلم أقول لك أوكي. يعني أنا أظن أنه دور جهاز الرقابة مثلا هيئة الرقابة العامة أن تتدخل. يا سيدي في 50 وسيلة من يوم ما شعرت بعد رابع سنة خامس سنة إنه جدة لوحدها ما بيصير فيها مجاري, والرياض بضوابط بتقنين بتصرف ريالها على كل ماسورة. يا أخي ما يسترع انتباهي. هل تعتقد إنه لما المقالات, أنا بعد ما سمو الأمير نايف وافق إنه يجينا على جدة, وعلى فكرة ترى هو اللي طلب, أنا يعني نسيت أقول العرض اللي قدم بناء على طلب هو أساساً. كيف كانت القصة؟ بدأ إنه لما رحنا باركنا له على تولية منصب النائب الثاني لمجلس الرئيس مجلس الوزراء وباركنا له, أنا أثرت معه موضوع جدا أنت وبعض التجار في بعض التجار إنه يطول عمر ترى أنا أتكلم مخصوص عن جدة كجدة وليس عن شيء معين فيها بما يخصني كعمل. وبالتالي قلت طول عمر ترى جدة يعني بتحتضر فيها كثير حاجات نسيت وبتعاني, وحددت له بعض الأمور. فجزا الله خير لما خلصنا الاجتماع ودعوا الأخوان محمد الفضل وصالح التركي الغرفة إنه يشرفنا في جدة على حفل عشاء على شرفه بوجود احتفاء بتعيينه. والله فاجأنا جميعا, قال لا أنا أبغى أجيكم جدة, أبغى أجتمع مع رجالات جدة, وأبغى أشوف مشاكلكم اللي أتكلمتوا عنها. وبالتالي كان كل غرضنا إن إحنا نحاول نبين الحقيقة الواقع, لأنه هو قال أبغى أشوف المشاكل على أمل إنه كنائب ثاني متأكد إنه إن شاء الله لو كانت الصورة واضحة أمامه وسمو الأمير خالد الأمين سمو المحافظ الأمين أصحاب الجهات المعنية المختلفة لما يطلعوا للمالية أو للوزارتهم وما تعتمد لهم بعض الأمور اللي تحل مشكلة جدا, لو طرقوا على بابه حيكون شافها معانا, شافها من أهل جدة. أنا متأكد حديهم دعم, واللي حصل بالضبط على فكرة وحبيت بتسوق أقول لك, وهذا اللي يزيد من إيماني إنه كل ما تكلمنا أكثر ووصلنا بكلامنا إلى ولي الأمر كل ما كانت النتيجة أفضل. ليه؟ لأنه خلال أسابيع وجهت